وزير المحترم، انا نغتنم الفرصه تواجدك معنا في قبه البرلمان امام ممثلي الشعب. عندنا شويه انشغالات يعني عاما نقولها لك، يعني نحن مقلوبه من عيد الاضحى المبارك، عندنا يعني مشكل، يعني مشكل تاع اللحوم. على كل حال ربما استيراد هذا كما نقولوا الماشيه الرومانيه يعني خارج اختصاص القطاع المصالح الحكوميه، ولكن انا بالنسبه نركز على قضيه يعني اللحوم المستورده. يعني عمليه تمت ويعني راه في متناول يعني الطبقه معينه، طبقة الهشه يعني يعني باش نحافظوا كذلك على القدره الشرائيه للمواطنين، باش نحافظوا كذلك على كرامه الجزائريين. يعني اللحم المستورد راه فيه حوالي 85 يعني 850 الف حتى 990 دينار جزائري الكيلوغرام. هل العمليه هذه سيد الوزير المحترم هي عمليه مؤقته ام عمليه دائمه؟ هذه العمليه الاولى بالنسبه. كذلك بالنسبة للحوم، اللحوم ماهوش خيار يعني ظرفي، بل هو خيار يعني لتقوية القدرة الشرائية للمواطن. نعرف جيدا أن حظيرتنا من الأغنام ومن الأبقار حظيرة يعني فقيرة وفقيرة جدا، ضالت يعني إلى مستويات كبيرة. إلا كان شفنا الدول المجاورة يحسبوا بمئات بعشرات الملايين رؤوس الأغنام عندهم، احنا نتكلم على 17 18 مليون. نظن باللي كان لزاما علينا أن نلجأ إلى الاستيراد كي أولا نحافظ على الحظيرة نتاعنا ونخليها تنمو شيئا فشيئا، ثم أننا نعطي خيار آخر للمواطن باش يقدر يتمكن من اقتناء هذه المادة الضرورية بالنسبة إليه. استوردنا 26300 طن هذه السنة، من بداية السنة استوردنا 10000 طن من اللحوم البيضاء، ما هو مبرمج أكثر بكثير من ذلك. ستستمر العملية إلى آخر السنة وإلى حتى تحضير إلى رمضان القادم إن شاء الله، حتى تكون الأسعار مستقرة. سبري ممكن أن وزارة الفلاحة ممكن أنها اعتمدت على أنها تدعم الفلاحين تاعنا والمربيين باش ما نستوردش يعني رؤوس أغنام، لكن كاين فيه حل يعني موازي اللي هو وفرة اللحوم تكون موجودة في السوق وبأثمان معقولة. أما في بالنسبة لقضية صفاقس تكلمت عليها فيما يخص يعني تدشين السيد رئيس الجمهورية في ديسمبر 22 إلى لمقر جديد ب يعني مواصفات عالمية ومعايير عالمية انطلقنا فيه، وأول بهو إن شاء الله ليشرف الجزائر سوف يحتضن إن شاء الله معرض التجارة البينية الإفريقية في سبتمبر إن شاء الله 2025.